تربيه الاطفال اكيد مش فهلوه، ومش بس خبره، ومش بس خبرات سابقه من اهالينا، هي كمان علم الحقيقه. وتعامل مع الطفل، ولازم يكون تعامل مبني على العلم، ومبني كمان على الفهم النفسي للطفل ده، والفهم النفسي كمان للطفل في مراحل مختلفه من حياته. كلنا لازم نكون فاهمين ده قبل ما نبتدي نربي اطفالنا او نجيب طفل للحياه، يعني لو احنا عايزين نخرجه طفل صالح وناجح وما عندوش عقد نفسيه. هنتكلم اكتر عن الموضوع ده النهارده مع استاذه غدير عزت، استشاريه دعم الدعم النفسي والاجتماعي. نهارك سعيد يا غدير. صباح الفل. صباح القشطه. غدير، اعتقد ان الموضوع فعلا مش سهل، يعني فكره اللي الناس عايزه تجيب اطفال او بتاع، فاكره اللي هي تربيه الطفل دي حاجه سهله. هل هي حاجه سهله؟ في الحقيقة هي حاجة ممتعة جدا وحاجة صعبة جدا، عايزة تركيز وتأمل. في الحقيقة في حاجات مهمة جدا عشان خاطر أعرف أربي طفلي أخد بالي منها، متعلقة بفكرة إن أنا أفهم، أو مش أنا بس كأم، أم وأب والمحيطين حواليه. أنا بس عايزة أقول حاجتين، عايزة أقول اللي غدير عندها، اللي عرفته اللي هي عندها بيبي لسه جاي جديد، فهي عنده 10 شهور بتطبق، أيوه يعني بقاله 10 شهور، فهي بتطبق الحاجات اللي هي بتشتغل فيها دلوقتي عملي. دي حاجة. تاني حاجة عايزة أقول لكم، اللي احنا ممكن نستقبل في الفقرة دي تليفونات، أي حد عنده أي سؤال لغدير عن تربية الأطفال أو المعرفة النفسية للأطفال، الرقم موجود على الشاشة تقدروا تكلمونا. معلش أنا آسف. اتفضل. ففي مهم جدا ناخد بالنا، لأنه أكتر حاجة احنا بنشتغل بندي بنتعامل فيها مع الأطفال هي فكرة إن احنا بنعمل رد فعل. رد فعل لأي سلوك بيقوم بيه الطفل. وده أحيانا بيخلينا نتصرف تصرفات نوعا ما عنيفة مع الأطفال. ده بيخلي الأطفال ممكن يبقى عندهم مشكلات نفسية كتير متعددة من غير ما حتى ما ناخد بالنا، بحسن نية، إنه نبقى نيتنا إن احنا نربي طفلنا، بس في الحقيقة احنا بنكسر فيه حاجات مهمة جدا محتاج إن احنا نقويها. اتفضل. عايزة أعرف ايه الصح المفروض يتعامل، يعني حضرتك بتقولي ان احنا بنتعامل بطريقه رد الفعل، ايه اللي المفروض يحصل؟ اوكي، في حاجه بسيطه قوي لو خدنا بالنا منها هنتفادى حاجات كتير قوي. فكره ان احنا الفرق ما بين المشاعر وما بين الحاجات. مشاعر، يعني نحكي ببساطه، في مشاعر اساسيه زي الخوف، الحزن، الفرح والغضب. والحاجات المقابله ليها، مثلا الخوف، انا ابني خايف، ففي الحقيقه هو محتاج الى الامان. فممكن ابني يقول انا خايف وفي نمر تحت السرير، او في اسد تحت السرير، او من العفريت، او خايف أو من العفريت، او من الضلمه. بالظبط. فبدل ما اقول له انه لا، مفيش نمر تحت السرير، او مفيش اسد، مفيش عفاريت في المكان، بحيث ان انا بحاول اساعده ان انا ما اخليهوش يخاف. فمهم اصلا ابقى فاهمه، ده هو واضح ان هو حاسس بالخوف، هو محتاج للامان. انا ممكن اساله محتاج ايه؟ ممكن اساعدك ازاي؟ فممكن يقول لي سيب النور مفتوح. فمهم جدا يبقى في اصلا الحوار وطريقه الحوار ده. هسال سؤال مفتوح ليه، انت عايز ايه؟ بس في سن بيبقى اصلا ما فيش كوميونيكيشن، لان الطفل اللي بيبقى لسه صغير جدا، فانت ما بتعرفيش حتى، هو ما بيقدرش يقول لك اصلا هو عايز ايه، او ايه تعبه، او ايه وجعه، او كده. طب دي ده ازاي تعرفي تتعاملي مع الطفل في المرحله دي؟ في الحقيقه زي ما انت قلتي، انا مجرب مع شمس. ربنا يخليه. الله يخليك. في اي حاجه، لو اي حاجه بلاحظها مش سلوك مش لائق، زي مثلا ان هو يقرب لفيشه الكهرباء، فبحاول اقدم له اي بديل واقول له كهرباء خطر، يلا نلعب باللعبه دي. بدل مثلا ما ازعق له او اضربه او اخوفه، اقول له لا، الكهرباء يعني ممكن بكلمه بهدوء جدا، ببص في عينيه، دايما معاه على الارض، هو صغير خالص 70 سنتي، هو دايما قاعده معاه على الارض، ببص له واكلمه بشكل واضح وحازم انه المنطقه دي خطر. تعالى نعمل حاجه تانية. فمهم جدا ابقى مقدمه له وسائل وبدائل اصلا، وموفره مساحه امنه جوه المكان والبيت اللي احنا عايشين فيه، علشان خاطر دايما يبقى في حاجات بديله، طفل يبقى حاسس بمساحه حره يقدر يلعب فيها ومطمن فيها. ومش دايما اقول له لا 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 لا،
بل بالعكس بوقف عند حاجات هو بيعرف، هو في السن الصغير بيبقى عارف كويس اه ده لا، مع التكرار بيعرف وبيفهم كويس أنا قبل ما نتكلم على العقاب بشكل يعني أكبر، عايزة أعرف هل في أنواع للمشاعر؟ يعني هل في أنواع كذا نوع من أنواع المشاعر؟ اوكي وإزاي نقدر نتعامل فيها دي؟ ماشي. في مشاعر متنوعة جدا جدا، وكل ما نكبر هي بتتفرع وبتتعقد أكتر. بس لو هنرجع نتكلم عن الأطفال، الأطفال مشاعرهم بسيطة وبتتكون واحدة واحدة. فزي ما قلنا في الحزن والغضب والخوف والفرح، دي ببساطة جدا ونقدر نفهمها ونقدر نفهم الاحتياجات اللي وراها. فبقدر يعني في منها مشاعر طيبة ومشاعر صعبة شوية؟ طبعا مشاعر الفرح اقدر اقول ان دي مشاعر جميلة ودايما بتحب فكرة الفرح عشان يزيد، ده بيبقى عايز مشاركة. المشاعر الصعبة هي مشاعر اللي بنمر بيها زي الغضب والحزن والخوف، لكن هي مشاعر مهمة جدا برضو. هي الخوف ده علشان هو بيجي نتيجة تهديد، فاحنا موجود علشان نحمي نفسنا. الغضب بيجي نتيجة انه حدث صعب وبيقل من احترامنا، فبالتالي بيجي عشان احنا عايزين نغير الوضع الراهن. فهي مشاعر مهمة جدا. والحزن يعني هي مش مشاعر وحشة، بالعكس هي للطفل مش وحشة، يعني هو مهم اللي هو يبقى ده مقرون بإحساسه بذاته، بإحساسه بكرامته، ده إحساسه بالأمان، الحاجات دي كلها. هو في حاجة بسيطة جدا ومهمة قوي ناخد بالنا منها، انه ازاي نساعد الطفل انه ما يكبتش المشاعر بتاعته، بس نساعده ان هو يخرجها. ده مهم جدا. فالحوار وطريقة الحوار هي اللي هتساعد الطفل انه يخرجها، يخرج المشاعر بتاعته بشكل طبيعي. يعني برضو على سبيل المثال الحزن ممكن الطفل يكون فقد لعبة بتاعته، هيجي على ماما او بابا بيعيط جدا وحزين ومتأثر جدا. في الحقيقة مهم جدا ان انا اتعاطف مع الطفل واتفهم انه هو فعلا حس بحزن في اللحظة دي، وان ما اتفهش من انه خلاص بقى هجيب لك غيرها بكره واجيب لك لعبه تانية وخلاص خلاص كده. مش هساعده ان هو يخرج المشاعر، هساعده بان انا احضنه واطبطب عليه واقول له معلش انا فاهمه ان انت انها ضاعت، وان ده بيزعل وبيخلي الواحد يحس بحزن. ممكن نعمل ايه تاني لعبه تانية ممكن تلعب بيها وبتحبها موجوده عندك. هيبتدي بقى ينشغل بفكره، حولي تفكيره لحاجه تانية. لكن انا عايزه اسال في النقطه دي حاجه غدير، بالنسبه للغضب والحزن، سوري الغضب والخوف، ازاي تقدري يعني تفصلي او تخلي في حد فاصل ما بين اللي انت تسيبي الطفل يعمل ريليس لمشاعره دي او يطلع مشاعره دي، وفي نفس الوقت ما يطلعش شخص جبان وما يطلعش شخص غاضب وعصبي طول الوقت؟ يعني ازاي تعملي البالانس ده او التوازن ده؟ ماشي. الغضب لو ساعدته دايما انه يكبت ويتراكم هيطلع شخص عنيف جدا، العكس يعني وعصبي قوي. فبمعنى يعني ايه يتراكم واكبته؟ يعني ازعق له في وسط الشارع، يعني اضربه باستمرار وابقى كده متخيل ان انا بقاوم سلوكه، في الحقيقه انا كده بكبت المشاعر بتاعت غضبه. زي ما قلنا من شويه مهم اساعده ان هو يطلعها، ومهم جدا افهمه دايما وباستمرار مهم تحمي نفسك وتحمي اللي حواليك، ما ينفعش تاذي نفسك وما ينفعش تاذي اللي حواليك. مع الوقت هيبتدي يفهم انه يطلع ازاي المشاعر دي ويعبر عنها ويعبر بوضوح عنها. ببساطه كمان موضوع الغضب تحديدا، لانه فعلا يعني مهم جدا نعرف نتعامل معاه ازاي، في طرق متنوعه. اولا لما يكون غاضب مهم جدا ابقى هادي، لانه هدوئي هيمتص غضبه، وبرده المواجهه بحزم. بس انا شفت حالات مع عند ناس اصحابي، يعني كلهم عندهم اطفال، في بتبقى حالات حقيقه صارخه جدا. يعني في اطفال، يعني واحده صاحبتنا بنتها كانت عصبيه لدرجه ان هي ممكن تقعد تعيط 4 ساعات متواصله وتصرخ 4 ساعات متواصله في اماكن عامه، وممكن تقعد تتمرمغ في الارض 4 ساعات متواصله، ما عندهاش يعني نون ستوب. وهي جربت كل الوسائل حقيقه معاها ومفيش، يعني مفيش نتيجه. يعني هي ممكن تتعامل مع حاله زي دي مثلا ازاي؟ اوكي، انا بشوف في الوضع ده لو انا مكانها هستعين بحد استشاري نفسي. لأ طبعا انا ما اعرفش التفاصيل، وفي حاجات تفاصيل كتير، هي بتعمل ايه،
الام بتتصرف ازاي مع البنت اللي يخلي البنت تعمل كده. هي جربت اكيد كل حاجه، التجاهل جربته، البيت يعني ازاي جربته، بس الهدوء هي ليه جربته. البنت اصلا بتعمل كده؟ معرفش، ممكن في اطفال اعتقد بتبقى في كده، في اطفال بتبقى طبيعتها كده يعني، في اطفال زنانه وفي اطفال عياط مستمر اوكي. وفي حاجات كده. انت بتتكلمي على انهي سن؟ يعني سن مثلا 7 سنين 6 سنين مثلا. اظن ان ده بيكون طفل اتعرض لازمه ومش عارف يعبر عنها ازاي، وبالتالي بيسلك السلوك بالطريقه دي. تعرض لازمه، يعني احنا اشتغلنا كتير قوي مع الاطفال اللاجئين في سوريا والعراق وفلسطين، واشتغلنا مع اطفال في السجون. فالاطفال بعد وقت لما بتتحط في وضع امن، يعني نفترض انه سوريا والحرب، بيفضلوا كاتين كل المشاعر، الخوف والقلق والغضب، وبعدين مثلا يجوا على مصر يقعدوا في وضع امن، بيبتدي تطلع كل السلوكيات اللي مش مظبوطه، لان هم بداوا يحسوا انه ينفع اخرج كده، لان انا مش عارف ازاي اخرج المشاعر دي، فبالتالي بطلعها في سلوكيات، ممكن اضرب وممكن اضرب نفسي، يعني لو انا مش عارف اذي الاخر هاذي نفسي. بس مهم جدا ابقى بركز مثلا في المشاعر دي. مشاعر الغضب دي عباره عن طاقه كثيفه جدا، ازاي اوظفها؟ انا ممكن انزل اجري مشاعر الغضب دي تروح. ممكن انتوا بتتعاملوا مع الاطفال ازاي في النقطه دي بقى؟ بنستخدم انشطه كتير جدا ومتنوعه قوي، انشطه حركه وانشطه رسم، انشطه مسرح، حاجات مختلفه وحاجات اكتر على حسب كمان الحاله. بندخل بعمق شويه في ان احنا ازاي نبص على نفسنا، انا بساعده ازاي يبص على امكانياته القويه عشان خاطر هو يساعد نفسه بعد كده. فده مع الوقت بيبتدي الطفل يعرف اصلا ازاي لما يبقى غضبان يلاقي وسيلته، يلاقي طريقته، ينزل يمشي، ينزل يجري، يرسم، يعني كلها وسائل بسيطه وطريقه طبيعيه قوي ان انا اخرج المشاعر بيها. هل في اسلوب تواصل مع الطفل في كل مرحله عمريه من مراحله؟ يعني في اسلوب مختلف من التواصل؟ اوكي. انا في الحقيقه مع التجربه اللي عشتها، اسلوب التواصل الاساسي هو ان انا ابقى متعاطفه مع الطفل وبديله حب مجاني فعلا. يعني هي دي الطريقه. طب ويعرف ازاي انه في حاجه غلط اتعملت، او يعني التقويم بيبقى ازاي؟ افرضي هو عمل حاجه غلط، ايوه، وانت فضلتي تحبي فيه برضه كده، ما انت هتفضلي تحبي فيه لانه ابنك طبيعي. أوكي. لكن اقصد ما فيش عقاب تم في الحكايه دي، ما خلاص هيعمل حاجه دي تاني يقول اصل مامي، لا خلاص ما هي مامي بتحبني، ما هي هتبوسني لما اعمل كده، يبقى فين العقاب؟ اوكي، فهمت قصدك. في الحقيقه لو في حاجه مش مظبوطه هبقى على حسب السن هبقى بكرر المعلومه انه خطر، وخطر ليه ومش مظبوط ومش مظبوط ليه، مش هقول على اي حاجه لا. ولو اقدر اقول دايما ايوه ينفع يعملها في المجال ده، الطفل اصلا هيثق فيا وهنبقى في لغه حوار ما بيننا. دي طريقه، دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو كرر الغلط مهم جدا اقول له خد مساحه وقت من التفكير، يدخل يقعد في اوضته، يدخل يقعد في مكان يفكر في اللي هو بيعمله. لا بتتكلمي بجد، انا حاسه ان انت بتقولي كلام بالنسبه لي انا يعني الاطفال اللي انا بشوفها. لا خيال علمي، انا لما اروح اقول طفل يعني مش عارفه اقول ايه، يعني العيال بقت مفترسه يا غدير. ما صدقيني عن تجربه، فكر مع نفسك ولا هيعبرني، فكر ايه؟ ما هي يعني دلق الميه مثلا، جم مثلا ضيوف عندنا وقعد يلعب ويعمل ودوشه ومش عارف ايه، دلق الميه على الضيوف مثلا. اوكي. فانا قلت له روح اقعد فكر مع نفسك في اللي انت عملته، هيفكر. أوكي. هقول لك، هي فعلا بتبقى هي طريقه. اقنعيني يعني، لو انا ام اقنعيني، لان انا اكيد الامهات مش هيقتنعوا بفكره تقعد مع نفسك. تقول لك انا الشبشب بيطلع في المرحله دي. ماشي. هي طريقه سلوك في تراكم، بيبقى محتاج جدا شغل ومجهود. يعني انا مثلا مش هينفع ابقى ام سايبه طفلي طول الوقت على التلفزيون وبعدين جاي اقول له لا يلا روح اقعد مع نفسك. فهو لان الاطفال اللي اصلا بتتصرف سلوكيات بالطريقه دي هي عايزه تجذب انتباه. يا جماعه اهتموا بيا. فمن البدايه لو فهمت الحاجه اللي هو عايزها هتوفي كتير جدا، والطفل مش هيرمي ميه على الناس لانه مش هيحتاج يعمل كده. انا اوريدي امي واهلي واللي حواليا مهتمين بيا، فانا مش محتاج اثير فضولهم بالطريقه مش مظبوطه. طيب انا عايزه اسال سؤال برضو نابع من حضرتك بتقوليه دلوقتي، هل الطفل بيطلع طفل
كويس او مش كويس، يعني متربي او مش متربي، او اقصد يعني سلوكه جيد او سلوكه غير جيد، ده بناء على جينات او تكوين نفسي ليه، مش تكوين نفسي، تكوين طبيعي يعني ليه، ولا تربية؟ يعني دايما في مثل يقول لك يخلق من ظهر العالم فاسد مثلا، وفعلا بتلاقي في اطفال مثلا يعني ده اتربى بنفس الطريقه اللي اخواته اتربوا بيها، وبنفس العيله ونفس الاتموسفير وكل حاجه، وده طالع حاجه صعبه جدا، ودول طالعين شاطرين وناجحين وكويسين وكل حاجه. مظبوط. اعتقد هي في ابحاث كتير حاولت تدور في الحاجات دي. انا رايي انه في جزء جينات وجزء بيئه، وكل ما اشتغلت ما يعني لو البيئة سليمة وفي رعاية وعناية، في الآخر الطفل ده هيدور على جوهره، يعني هيقدر أصلا يلاقي يعرف نفسه إزاي. لو أنا مجرد أن الإنسان قدر يتعرف على نفسه أكتر هيبقى أهدى وأركز وأنضج. فالبيئة بتساعد كتير أنه حتى لو في حاجة مش مظبوطة هتتظبط. بس لو البيئة في الآخر، لو أنا فقدت الاهتمام، وممكن يعني الواحد يخلف 3-4 والطفل الأخير أنا ما بقاش عندي الصحة ولا الجهد ولا أي حاجة أقدر أديها له، فبالتالي أكيد الطفل الرابع ده هيطلع في حاجة غلط مش مظبوطة، مش زي ما أنا اديت الطفل الأولاني أو التاني. يعني بتصور كده. طيب ازاي الواحد، اولا عندي يعني سؤال خاص بالموهبه، اللي انت ازاي تكتشفي موهبه الطفل. لكن انا قبل ما اسال السؤال ده، انا لافت نظري دايما الحقيقه حاجه غريبه جدا. الواحد لما بيسافر بره بتلاقي الاطفال هادين ولطاف وماشي جنب مامته كده وديع وبريء، ويسمع الكلام وبلاش يا حبيبي كذا خلاص، مفيش زن، مفيش عياط، مفيش صريخ، مفيش مرمغه في الارض. ما بشوفش المنظر ده. لا انا ما شفتش والله المنظر ده غير هنا. اوكي. هو في ممكن اكون انا متجنيه، لكن انا ما شفتش المنظر ده بالشكل المبقى يعني الكبير ده على مستوى اوسع يعني، الا في مصر يعني، في العالم العربي الحقيقه، مش في مصر. هو يعني احنا فعليا عندنا مشكله في طريقه التنشئه الاجتماعيه. انا موافقاكي جدا. وبس في الحقيقه في كل العالم لو في اسره عندها مشاكل في طريقه التربيه برضو الطفل هيطلع عنده مشاكل كتير يعني. لكن واضح ان احنا بنعمل حاجه مشتركه يعني، احنا كمصريين لانه دي ثقافه بنعمل حاجه مشتركه بتخلي الاطفال يطلعوا عاملين كده يعني، بالزن ده والصريخ والعياط. مظبوط. ما هي فكره ان انا بزعق له طول الوقت، فانا متخيله ان هي دي الطريقه السليمه، اخوفه علشان في اوضه فيران، اضربه. ده غلط. طبعا والتخويف كمان غلط. ده ايوه طبعا. انا انا بهز شخصيته جدا وبهز ثقته بنفسه وما بديلوش الاهتمام الكافي، فبالتالي هيبقى في توتر شديد طول الوقت. واصلا في الحقيقه احنا مهم ناخد بالنا من نفسنا عشان نعرف ناخد بالنا من اطفال. واحنا مهم. المجتمع اللي احنا قاعدين فيه، احنا بنمر بظروف صعبه جدا، وبنمر بظروف مش صعبه بس، ظروف عنيفه. فاصلا عشان نعرف نتكيف مع الوضع الراهن فاكيد ده بيأثر على اولادنا. فبس هي فكره عامه يعني، في محاولات كتير بتحصل انه لا بلاش تضربه في المدارس، بس للاسف الشديد مفيش عمق انه ليه لا نضرب. طب ايه البدايل؟ يعني محدش بيشتغل. طب ايه البدايل؟ خليني اسال نفس السؤال. اوكي. فكره ان لو افترضنا انه في مدرسه مهم جدا ابقى في الفصل داخله وعامله اتفاقيات مع الاطفال، وهم اللي يطلعوا الاتفاقيات دي، بحيث انه فكره ان انا احترم الطفل وخليه هو اللي ياخد القرار، ده بيقلل كتير قوي من المشكلات. يعني انتوا اللي شايفين لو اللي ما يعملش الواجب نعمل فيه ايه مثلا، او نعمل حاجة. ايه؟ لا يعني لا اقصد اللي انت، ازاي هم اللي يطلعوا البدائل، ازاي هم اللي يطلعوا البدائل كده زي ورك شوب كده يقعدوا. يعني مثلا احنا يطلعوا طريقه العقاب يعني بتاعتهم. هقول لك على مثال بسيط. لما بنشتغل مع مجموعه من الاطفال، فكره انه الطفل يبقى عارف انه الشخص اللي قدامه الناضج الادلت هو شخص واثق من نفسه، ده هيأثر كتير جدا في في طريقه التعامل. مهم جدا ابقى بدخل معاهم انا محتاجه علشان ننجح في الساعتين اللي احنا هنقعد مع بعض فيهم انه نبقى هادين ونسمع بعض، لو في اي حاجه نرجع نتكلم سوا. وبالفعل احيانا لما بيحصل اي تدخلات بنوقف. طيب دلوقتي حصل صوت عالي قوي، ممكن نعمل ايه علشان نكمل النشاط بتاعنا؟ في حاجه عامله لكم ازعاج؟ ممكن نغير النشاط؟ ممكن يعني بنحاول يبقى في تواصل بره. يعني هي فكره التواصل
هي الكيورد او هي المفتاح بتاع كل حاجه في التعامل مع الاطفال، يعني التواصل، سواء في البيت او في المدرسه او في اي حاجه، لان يبقى في اسلوب حوار ما بيننا. تواصل، مرونه، احترام. حقيقي الطفل ده بيديني زي ما انا بديه، فبالتالي هو فعلا مهم جدا ان انا احترمه واخد منه، هو عنده كنز. لو اكتشفت الكنز ده انا هكتشف كمان حاجات ايه رهيبه هو؟ وهستمتع. ايه الكنز كل ده بقى؟ طفل عنده كنز. يعني اقصد انه هم عالم رحب، وعالم ممكن هو يعني هو عباره عن زهره، وزهره بتكبر واحده واحده. فبالتالي لو احترمت اصلا هو مش بتاعي، وهو يعني في جبران خليل جبران بيقول حاجة لطيفة قوي، إن أولادكم ليس ملكا لكم، ولكنكم أنتم الأقواس وهما السهام الذين ترمون بها إلى الحياة. فلو أصلا تبنيت الفكرة دي هتفرق معايا قوي. طفلي مش بتاعي، طفلي بتاع الحياة، يعني أنا واجب عليا إني أخد بالي منه وأراعيه وأديله كل انا حاجة بحضره ومش علشان منتظرة ينطلق في منه حاجة. الدنيا، مش ملكي يعني. فده هيساعد كتير قوي، ان مثلا يعني مش هسقط عليه ان انا عايزاه يطلع دكتور، مش هسقط عليه واحمله حاجات كتير هو مش ده بقى ليه علاقة باكتشاف المواهب بقى اللي كنت بسأل عليه. مظبوط. انت ازاي بقى، احنا برضو عندنا لاك في الحتة دي، يعني عندنا فقدان في النقطة دي، ان انت ازاي تكتشفي موهبة ابنك وازاي تنميها. في تجاهل بيبقى، فبتلاقي وقت كتير جدا ضاع من عمر الطفل ده او الانسان ده، ويبتدي يكتشف لما يكبر. طيب هي برضو حاجة مهمة قوي، فكرة ان انا اساعد الطفل ان اوفر له مساحة من انه يلعب كتير قوي. اللعب مساحة هايلة ان هو يكتشف نفسه، فبالتالي يلعب رياضة، يقدر ينزل يلعب في الشارع لو في امكانية، يتقابل مع اصحابه ويرسم ويجرب اي فنون واي رياضات هتساعد كتير الطفل ان هو ان احنا نعرف ايه الحاجه اللي هو متميز فيها وبالتالي ننميها. والكلام ده ينطبق على الطبقات، اي طبقه، اذا كانت فقيره متوسطه او غنيه، لانه فكره ان انا بس لو انا مهتمه باطفالي انا هاخدهم اي مكان، اخدهم جنينه ببلاش، اخدهم اي مكان نطلع نلعب فيه ولاحظ وراقب هو هيكتشف. يعني احنا هنعرف الولد ده متميز قوي في الكتابه، يقرا قصه ونجيب له كتب في البيت ونقرا قصص معاه ونشوف، نقول له بس يكبر شويه عند 6 7 8 سنين لخص القصه يعني. انا بشكرك جدا جدا يا غدير، سعداء ان حضرتك كنت معانا النهارده. استاذه غدير عزت، استشاريه الدعم النفسي والاجتماعي، بشكرك ونهارك سعيد. نهارك اسعد. فقراتنا لسه متواصله معاكم، بعد الفاصل هيكون معانا فقره عن اسبوع الكوميكس مع استاذ محمد وهب حسن منسق الاسبوع، خليكم معانا.